ومستمعينا عبر محطات الاف ام، اعلنت اللجنة المنظمة انطلاقة وتحديات الشوط 13 والخاص لفئة القعدان الحقائق من مسافة 4 كيلومتر، من ضمن فعالية هذا الختامي الكبير ختامي الاتحاد العماني لسباقات الهجن على ارضية ميدان ولاية صحار. هناك تنويه من الاتحاد العماني الذي يستلم الجوائز من المركز الرابع الى المركز العاشر مراجعة عند البرج عند خط النهاية. أدخل في تفاصيل الشوط وهناك أرى رمز على المركز الأول وسامي بن محمد بن حديد الينيبي من قدم لنا رمز في هذا الشوط على المركز الثاني على الأداء الثاني، ولكن المركز الأول عفوا وعلى الصدارة الأولى، أما المركز الثاني وهناك التواجد يا سلام الرقم غير واضح لدينا، نتأكد من الرقم المركز الثاني والذي هناك في معمعة على الصدارة على القوة وعلى الإبداع. أن تأكد من الرقم الذي غطى علينا رمز، رمز غطى علينا على الرقم المركز الثاني والمركز الثالث هناك الذي تواجد الوسمي، المركز الثاني اللي هو هناك الشارد، المركز السفير لناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني، هناك الدوحاني يا سلام على المركز الثاني والمركز الثالث الذي تواجد في هذه اللحظات يا سلام، الذي هناك الوسمي سعيد بن عامر بن سالم المغيري يتواجد على المركز الثالث والمركز الرابع، المركز الرابع هناك التواجد من شعار اللي على الميمنة الميدان، أتأكد من المركز الرابع والوصول الذي هناك على المركز الرابع مع التحدي مع القوة مع الإبداع يا سلام يا سلام يا سلام. شوط القعدان شوط قوي للغاية، هناك حماس هناك أثارة في هذا الشوط، وأعتقد أن هناك الشبابي من محمد بن جميل بن سالم الوهيبي و هناك على المركز الرابع والمركز الخامس، انتأكد انتأكد الذي وصل في هذه اللحظات مصيح لناصر بن صبيح بن محمد الوهيبي في المركز الخامس والمركز السادس الذي وصل في هذه اللحظات، التي هناك الشارد وصل الشارد جاسم بن محمد بن سالم الحبسي مع المركز السادس، ولكن العودة مع رمز 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 على المركز الأول على الصدارة الأولى، سامي بن محمد بن حديد الجنيبي على المركز الأول يا سلام، المركز الثاني هناك والتواجد من المركز الثاني الذي هناك بقوة يضغط على الصدارة يا سلام، هناك شاهين سعود بن سعيد بن علي الوهيبي، الوهيبي انتقل إلى المركز الأول مع الصدارة الأولى يا سلام، مع التحدي مع القوة مع الإبداع والإثارة يا سلام. الشوط هناك جائزة نقدية قيمة لهذه الشوط، أما المركز الثاني وهناك شارد جاسم بن محمد بن سالم الحبسي، الحبسي مع المركز الثاني والمركز الثالث، هناك من يحمل رقم 16 اللي هو اللي يحمل رقم 16 في هذه اللحظات مصدع المبارك بن سعيد بن حميد الوهيبي، والمركز الرابع هناك التواجد من جبرين خميس بن محمد بن خلفان البادي، وصل جبرين وصل وهالي صحم، ولكن المركز الخامس هذه اللحظات المركز الخامس شاهين محمد بن حمود بن طويرش الوهيبي، هناك من الميمنة والدخول هنا من منتصف الميدان وصل كحيلان سالم بن دغمال بن سالم المدهوشي، وصل مع كحيلان ولكن العودة مع الحبسي الشارد، الشارد مع جاسم بن محمد بن سالم الحبسي، هناك من يقود المسيرة على الصدارة على المقدمة والمركز الثاني، هناك أم صيح يا سلام ناصر بن صبيح بن محمد الوهيبي من قدم لنا أم صيح في هذه اللحظات على المركز الثاني والمركز الثالث، هنا التواجد يا سلام يا مصدع المبارك بن سعيد بن حميد الويبي، والمركز الرابع كحيلان هناك لسالم بن دغمال بن سالم المدهوشي في المركز الرابع، المركز الخامس القدوم والوصول من شاهين سعود بن سعيد بن علي الوهيبي، وهناك الوصول آخر شوفوا أول إذا رمز وصل لسامي بن محمد بن حديد الجنيبي، ولكن العودة مع الحبسي العودة مع أهالي ميدان الفتح في ولاية المضيبي، الله 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 الله، الله يا سلام الحبسي
الفارسي على الصدارة، الشارد معه هناك من شرد على الصدارة، جاسم بن محمد بن سالم الحبسي على صدارة الشوط، والعصف البطان العصف قوس يا سلام المركز الثاني، هناك التحرك منهم مصيح ناصر بن صبيح بن محمد الوهيبي مع مصيح، مصيح قادم رافع راية التهديد، والشارد هناك شرد بالصدارة، شرد بالمقدمة مع الصدارة يا سلام يا سلام يا الشارد جاسم بن محمد بن سالم الحبسي، ولكن مصيح مصيح هناك صيح جلسات الناموس التحدي يا سلام، ناصر بن صبيح بن محمد الوهيبي يا سلام المركز الثالث هناك مع المبارك بن سعيد بن حميد الوهيبي مصدع، ولكن هنا الأمتار الأخيرة الأمتار الحاسمة، والحبسي مع المركز الأول، الحبسي مع الشارد، شارد يا سلام جاسم بن محمد بن سالم، ومصيح قادم مصيح واصل ناصر بن صبيح بن محمد الوهيبي يا سلام المركز الثالث الذي هناك تأكد من المركز الثالث الذي هو كحيلان لسالم بن دومان بن سالم الوهيبي، ولكن خلكم مع الشارد، الله 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 مشكور يا جاسم مشكور يا محمد بن سالم الحبسي، سلام إلى المضيبي سلام، سلام إلى ميدان الفتح سلام، سلام إلى ميدان الفتح سلام على هذا الفوز والانتصار. أما المركز الثاني وصل مصيح لناصر بن صبيح، المركز الثالث كان هناك أعتقد أن رمز لسامي بن محمد بن حديد الجنيبي، أعود بالتهنية إلى مالك الشارد جاسم بن محمد بن سالم الحبسي، والسلامات ذهبت إلى المضيبي وإلى ميدان الفتح. أما المركز الثاني وكان مصيح لناصر بن صبيح بن محمد الوهيبي، هكذا التحدي وهكذا الإبداع، ذهب الشوط مع الشارد. مشاهدينا الأعزاء، تابعنا الشوط الثالث عشر الذي حمل لنا الشارد، بعد ما تابعنا الشروط جاء دور الشارد، وهذه لحظات وصول الشارد في هذا الشوط مسجلا توقيت زمني مقداره 6:05.99 تهاني والناموس قاسم بن محمد بن سالم الحبسي ولأهالي المضيبي كافة. مركز الثاني وصل مصيح لناصر بن صبيح بن محمد الوهيبي بتوقيت زمن مقدار 6:08.39 تهانينا لأهالي بدية هذا الحضور. أما المركز الثالث يصل في رمز لسامي بن محمد بن حديد جنيبي بتوقيت زمني مقدار 6:09.23 تهانينا لسامي بن محمد بن حديد الجنيبي ولأهالي البشاير على حصول رمز على المركز الثالث.